من منا من لا تجذبه رائحة القهوة أو طعمها اللذيذ؟ وأنت تتجول في الأحياء الشعبية بالعاصمة التي لا تخلو أزقتها من المقاهي، يشدك اكتظاظ هذه الأخيرة بالزبائن أو يتردد على مسامعك جملة قهوة ثقيلة أو خفيفة. Elle est vraiment, ça soulage un petit peu le stress des gens. Parce que ça, je pense que tous les Algériens, c'est un peuple stressé. Le kahwa, ça motive, ça fait un petit peu monter l'adrénaline, ça soulage un petit peu. Pas café, trois tasses par jour. Bon, bien sûr, j'ai une le matin. Après le fطور, j'ai une chérie de kahwa. Un café léger, je suis là. J'aime bien la café, vas-y, t'as à dar. Tu es chelou. Il y a 10 mgrf de sucre, 7, 8. شرب القهوة أصبحت ظاهرة وعادة لا تقتصر على الرجال فقط، حتى النساء أصبحن يقبلن عليها بشدة، فأصبحت قهوة الإسبريسو والكابوتشينو أكثر طلبا للكثير. نساء لي فام البنات لي جيم في يجوا يشربوا قهوة، وحنا جينيرمون نخدموا دوكا غير إسبريسو وكابوتشينو. كابوتشينو عندنا لا كابوتشينو حنا ديالنا ماشي بلي ساشي، خاش كان بزاف اللي خدمها بلي ساشي، حنا نخدموها بلا باراي. من المتعارف عليه أن مادة الكافيين الموجودة في القهوة تعطي نشاطا للفرد، غير أن الإفراط في تناولها مضر بالصحة. هي ماشي ممنوع تشرب قهوة، يعني معتبر عقلانيا فرصة باه تتلمي، فرصة باه تتهدني من بعد يوم تاع عمل، ولا أنا كي ندير مثلا اجتماع ونحط انا ترموس تاع القهوه وفرغ وشرب وفرغ وشرب. واحد يفهم وحده بان راهو يتعرض لارتفاع الضغط الدموي، ارتفاع تاع النبض تاع القلب، تاكيكاردي، ممكن كرشو تجري، يقوى عليه البول. لون القهوة البني وما يدفو عليها من رغوة لذيذة من أكثر ما يطلبه المواطن الجزائري التلذذ بها صباحاً وفي أي وقت، فترتبط بها حكايات كثيرة تجمع في الأفراح والمناسبات المختلفة التي تحضر فيها سيدة المائدة الجزائرية فناجين القهوة طبعاً.